كان لنا ان احنا نطرح الاستكشاف في المنطقه دي الا اذا كان معانا ترسيم حدود مع قبرص. وعايز اقول لكل الناس، لو احنا النهارده ما كناش عاملين ترسيم الحدود مع قبرص وخلصان، ما كانش عندنا الفرصه ان الشركات تيجي تشتغل معانا وتعمل بحث وتنقيب. هذا المشروع العملاق يعطي نموذجا جديدا على مدى قدره مصر على تحقيق انجازات كبرى على ارض الواقع في زمن قياسي يحطم المعدلات العالميه. عشان الحقل ده يطلع بدل ما يخلص في 7 سنين او 6 سنين، عشان يخلص في سنه ونص، ده اتحط 13 مليار. يعني لما تضربهم في 20 ب 260 مليار جنيه في سنه ونص، ويبقى في غاز نقدر نطلعه بدري 5 6 سنين على الميعاد. كم مليار برميل؟ اضرب في متوسط البرميل تعرف قيمة الكشف ده قد ايه. اجمالي الانتاج ان شاء الله 3 شحنات غاز طبيعي، يقدر نقول انه ده هيوفر لنا 60 مليون دولار شهريا، يعني حوالي 820 مليون دولار سنويا. ان شاء الله بنهاية العام هنقدر نبطل استيراد غاز طبيعي مسال، بالتالي هنوفر 230 مليون دولار شهريا، بمعنى 2.8 مليار دولار سنويا. على نهاية هذا العام هنكون وصلنا للاكتفاء الذاتي بإذن الله. البلاد يا جماعة ما بتجيش بالكلام وبالدلع، البلاد بتبني بالصبر.